ممكن نركز على مين حط له المخدرات، لأن لو عرفنا الشخص ده هنوصل لحاجات كتير قوي. أنا في حاجة كمان مهمة جدا لازم أقولها. هاي تتكلم أنت، هتكلم أنا. معلش يا فندم، بعد إذنك، بعد إذنك خليه يتكلم. اتفضل. اتفضل يا يحيى، قول اللي أنت عاوزه. نوها الله يرحمها هي اللي كانت بتبيع لي الكوك، وجات لي البيت في نفس اليوم اللي اتقتلت فيه. كنا العصر تقريبا. ازاي تعمل كده في دنيا؟ تعالي طبعا نوها، مش هنتكلم على الباب. ازاي بعد الحب ده كله قلبك يتوقف وتطلقها؟ غصب عني. يعني ايه غصب عنك؟ يعني مش بإرادتي يا نوها. الدنيا هي اللي عايزة كده. اوكي، هي عايزة كده، وانت فين؟ ما قلتلهاش لأ ليه؟ ليه ما قلتلهاش لو السما انطبقت على الأرض مش هطلقك؟ ومين اللي قالك إن أنا ما قلتلهاش كده؟ أنا عايزك تروحي تسألي دنيا دلوقتي وتقولي لها أنت ليه كنت مصممة إن أنت تتطلقي من يحيى؟ ليه هددتيه؟ وقلتي له إن أنا هرفع عليك قضية وهكسبها في المحاكم وهقول للناس كلها إن أنت مدمن؟ أنت عارفة كويس فضيحة في الحاجات دي بتبقى عاملة إزاي؟ ممكن تبوظ حياتي كلها، ومش حياتي وبس، حياة أهلي. أنا ولا خنتها ولا عرفت حد عليها. لا وإيه؟ تنزل من البيت في وقت زي ده مع إني كنت بتنطط قدامها وبقول لها مش مهم خليك أنت، أنا هنزل التايل أروح في أي حتة. بس باين كده إن هي كانت مصممة وعارفة هي عايزة إيه. أنا حاولت معاها، أنا كمان وعدتها إن أنا أتعالج، بس أنا كنت محتاجها جنبي. ظهر كده إن الدنيا مبقاش عندها وقت تضيعه مع حد وقع زيي. أنا بجد مش فاهمها. أنت عارفة إن أنا بحبها. عايزك تساعديني عشان أنا بجد مش هقدر أعيش حياتي من غيرها. خلاص يا يحيى، هدي نفسك وتمنش في نفسك كده، مفيش مشكلة ملهاش حل. الدنيا راحت مني. عارفة ده معناه إيه؟ معناه إن كمان حياتي راحت. ما تقولش كده، أنا هتكلم معاه وهحاول أصلح ما بينكم. أنا مش فاهمة هي مكبرة الموضوع ليه وعاملها مشكلة. الكوك ده عادي مش إدمان يعني. مين اللي قال إن الكوك عادي يعني مش إدمان؟ أنا قريت ريفيوز كتير وعرفت إن الكوك ده إدمان. هو في الأول بيبقى فن ولذاذة ويعني الواحد بيبقى عايز يجرب، بس بعد كده تبدأ تخسر حياتك واحدة واحدة لحد ما تخسر عمرك كله. أنا عايزك تساعديني والنبي يا نوها. أنا عايز أتعالج يا نوها بجد، عايز أتعالج بس مش قادر. خلاص بقى يحيى، ما تحسسنيش بالذنب أكتر ما أنا حساه. والله العظيم ان انا قلبي بيبقى بيتقطع وانا بدي لك الكوك، بس انا عارفه ان انت من غيره هتتعب. خد ارفع اللاينين دول وفوق كده، وانا هدخل المطبخ اعمل حاجه نشربها.